برج الجوزاء بالفترة الحالية دا أشوف أكو تواصل سريع راح يصير وياك بالأيام الجاية. الطاقة العامة هي طاقة سفر، أكو موضوع سفر شاغلك، صار لك فترة هذا الموضوع ببالك، فدا أشوف أكو تواصل سريع راح يصير وياك أو تنقل من مكان لمكان يخص موضوع سفر بالذات. دا أشوف أكو عندك سفر بالأيام القادمة، هذا السفر راح يكون مفاجئ لك، تواصل راح يصير وياك وراح يكون موضوع سفر لك بالفترة اللي جاية. الناس اللي منتظرة سفر دا أشوف موضوع سفر موجود بهاي الفترة. البعض الثاني من برج الجوزاء دا أشوف أكو اتصال راح يجيكم من شخص، هذا شخص راح يغثكم بالكلام اللي راح يقوله، ممكن راح يوجه لكم بعض الاتهامات الغير صحيحة. دا أشوف عندكم طاقة دفاع عن النفس بالفترة الحالية، سواء كان على الصعيد العاطفي أو في العمل، يعني ممكن يكون، وممكن يكون أيضا في المنزل. أكو طاقة دفاع عن النفس، أكو اتهامات قاعد تتوجه عليك، دا أشوف عليك ضغوطات بالفترة الحالية، ودا أشوف أكو عليك هجوم من أكثر من جبهة، أكو أكثر من شخص قاعد يهاجمك بالفترة الحالية. دا تحس بتعب، ونفس الوقت دا تحس إنه الناس بالفترة الحالية ماكو أحد يفهمك، الكل قاعد يهاجمك بدون ما يتفهم الأسباب اللي أنت ماخذ بيها هاي الطاقة. فعندك طاقة الدفاع عن النفس بالفترة الحالية، ونفس الوقت دا أشوف عندك طاقة إعناد، ممكن تكون مخلي حاجز بينك وبين الناس بالفترة الحالية منعزل، أو ممكن إنه تكون طاقتك الهجومية هي اللي قاعد توصل للناس هاي الفكرة انه انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تنعزل، انت ساجن نفسك، ما تريد احد يتقرب لك، مخلي حاجز بينك وبين شخص او بينك وبين ناس معينين بالفترة الحالية. هاي الطاقة العامة حكينا عنها وبصورة سريعة، هي طاقتك العامة طاقة الدفاع عن النفس، فاكو اتهامات، اكو كلام غلط راح ينقال عليك بهاي الفترة، راح تضطر انه تدافع عن نفسك اتجاه هاي الاتهامات اللي راح يتهموك بيها هدول الناس. الصعيد العملي دا أشوف أنه أنت صار لك فترة قاعد تفكر بموضوع أو شغل جديد أو موهبة، مشروع دا يفكر يعني داخل بالك، بس أنت هذا الموضوع مأجله صار لك فترة، ما تريد تاخذ خطوة بيه، عندك تردد من عنده، عندك مخاوف اتجاهه، خايف أنه هذا المشروع تسويه وتخسر بيه بعدين، ما تربح منه، أو ممكن تكون لحد الآن بعدك ما موفر خطة معينة، ما مخلي استراتيجية معينة لهذا الموضوع حتى يمشي هذا الموضوع وياك بالفترة الجاية أو يمشي صح. دا أشوف هذا الموضوع صار له معلق فترة طويلة، بالفترة الجاية دا أشوف عندك طلعت لك طاقة إمبرس، طاقة النجاح، فهاي الفترة مناسبة للمشاريع. إذا كان عندك مشروع جديد تريد تقدمه، إذا كنت تريد تترك عملك وتنتقل للعمل جديد، الفترة دا أشوفها كلش مناسبة إليك، الحظ وياك، عندك طاقة النجاح. فإذا كان عندك مشروع وهذا المشروع أنت متردد صار لك فترة أنه أنت تبلش بهذا المشروع أو تمشي بيه تتخذ خطوة، لا تأجل الموضوع، حاول أنه تسرع بيه بهاي الفترة. الطاقة وياك هاي الإيجابية بخصوص الموضوع العملي، فإذا عندك هيك طاقة مشروع تريد تمشي بيه ومتردد، لا تتردد، أخذ الخطوة والمشروع إن شاء الله راح ينجح، لأن دا أشوف عندك نجاح على الصعيد العملي وبخصوص موضوع معين. إذا كنت موظف ممكن راح تحصل ترقية منتظرها أنت صار لك فترة، فدا أشوف راح تشتغل على هاي الترقية، والترقية راح تتم بالأخير. أمورك العملية دا أشوفها أوضاعك مستقرة، ما عندك مشاكل بيها، وعندك نجاح بخصوص المشاريع، دا كنت ناوي تسوي مشروع معين. على الصعيد الصحي دا أشوف عندكم أكو فترة مريتوا بيها بأزمة صحية، بس بالفترة الجاية دا أشوف أكو شفاء، أكو استشفاء على الوضع الصحي، ماكو أحلى من هيجي، من دا أشوف الأوضاع الصحية اللي موجودة عندكم من بعد فترة تعب وفترة مريتوا بيها بأزمة صحية، دا أشوف أكو تعافي، طلعت لكم ورقة الاستشفاء أساسا، فأكو تعافي سواء كان لكم أو شخص أنتو شايلين هم صار لكم فترة، ممكن يكون شخص من العائلة مار بأزمة صحية وأنتو بالكم كان يمه، فدا أشوف إلا تعافي هذا الشخص بالفترة الجاية، أكو تعافي من بعد أنتو هواي كنتو شايلين هم ودا تفكرون بي، سواء كان الشخص أو حتى إذا كنتو أنتو، لأن القراءة عماني ما أقدر أحددها، بس دا أشوف أكو طاقة تفكير هواية، أكو موضوع صحي كان شاغلكم، بس عندكم
طلعت لكم ذا ستار ورقة الاستشفاء على الصعيد الصحي، يعني اكو شفاء لكم، اكو علاج بالفترة الجاية، اكو امنية حلوة راح تحققوها، صار لكم فترة منتظريها. ممكن البعض من عندكم يكون قاعد يفكر يعني يشتغل على مشروع يخص تواصل اجتماعي او هيك شي، يعني فدا اشوف اكو لك شهرة، اكو ناس راح تعرفك. ممكن هذا المشروع اللي معارضينه انت تريد تدخل بمشروع جديد، مشروع موهبة، مشروع فني يخص السوشيال ميديا، يخص يعني التواصل بصورة عامة، واكو ناس كانت معارضتك هواية واكو عقبات بطريقك تحسها، فبقيت معلق هذا الموضوع. بالفترة الجاية دا اشوف هذا الموضوع راح تتخذ خطوة بي وراح تحققه، وراح هذا الموضوع يجيك من وراه شهرة ويجيك من وراه فائدة مثل ما اقول لك يعني. فدا اشوف برج الجوزاء بالفترة الحالية انت بمرحلة اتخاذ القرارات. نجي نحكي شوية على الوضع العاطفي. الوضع العاطفي بالنسبة للعزاب، اكو شخص جديد راح يجي يعرض عليكم علاقة وحب، وهذا الشخص العلاقة بينكم وبينه متكافئة، طلعت لكم ورقة توأم الشعلة. هذا الشخص انتم متقاربين بالتفكير وبالسن وحتى بالحالة الاجتماعية، ما بينكم اختلافات رغم التردد اللي عندكم شوية بموضوعه. ممكن تكون هذا الشخص انت صار لك فترة تفكر بيه بس المشاعر مو واضحة وانت ما رايح حاجة وياه، فهذا الشخص راح يجي يحكي وياكم دا اشوفه بالفترة الجاية وراح يقدم لكم عرضه. الشخص هذا دا اشوف طاقته حلوة، طاقته مليئة بالحب، وايضا هو شخص موثوق، يعني دا اشوف عنده نوايا ايضا جدية تجاهكم. فالعزاب من برج الجوزاء لا تترددون بهذا الشخص، دا اشوفكم تفكرون بيه هواية هواية، يجي على بالكم، وخاصة بالليل هواية انتم مشغولين شاغلين تفكيركم بيه. ممكن يكون الشخص اللي انتم معجبين بيه هو ايضا يكون يعني انتم مراقبينه على التواصل الاجتماعي بس ما قادرين تاخذون الخطوة انه تحجون وياه او تتقربون منه. دا اشوف هذا الشخص راح يصير تقارب بينكم وبينه خلال الاسبوعين الجاية بصورة مفاجئة، انتم نفسكم ما كنتم متوقعيها. ممكن يكون هذا الشخص اللي تتعاملون وياه برج مائي، ممكن يكون برج الدلو طالع يمي وبرج الحوت واضح ايضا موجود، وبرج الميزان، برج الثور، برج الحمل، هو يا براش طالع يمي. شوفوا اي برج انتم تتعاملون وياه ينطبق عليكم هو هذا الشخص راح يكون. بس دا اشوف اكو خبر من هذا الشخص بالفترة الحالية، من بعد فترة انتم مراقبين واحد مراقب الاخ بس ماكو بيناتكم كلام مباشر، دا اشوف راح تتخذ قرار انه انت تحكي وياه بالفترة الجاية. اما بالنسبة للناس المنفصلين من برج الجوزاء، دا اشوف عندكم شخص من الماضي متلاعب، هذا الشخص طاقته ما حلوة، عنده طاقة كذب، طاقة تلاعب، انسحب فجأة من العلاقة اللي كانت موجودة بينكم وطلع، وهسه دا اشوف الى بوادر رجعة، قاعد يحاول انه يرجع يظهر بحياتكم من جديد، بس هو هذا الشخص كاذب. انا دا اشوف انه انتم راح تتخذون قرار انه تقطعون علاقتكم بيه وما تنطوه فرصة ثانية، بس راح تاخذون فترة شو نقول يعني تاخذون حقكم من عنده، تعوفونه حاير فترة ما بين الرجعة والمراجعة، قبلتوا ما قبلتوا، بس بكل الأحوال دا أشوف القرار السليم راح تتخذونه وراح تقطعون هذا الشخص نهائيا من حياتكم، وما راح تنطوا مجال إنه يرجع مرة ثانية يسبب لكم الألم اللي سببه بالسابق، فراح تطلعون من هاي العلاقة وراح تنهونه تماما. لأنه هنا أنا دا أشوف هذا الشخص رغم وجود البعض منكم عنده مشاعر اتجاه هذا الشخص رغم كل الألم اللي سببه إله، بس هو ما قادر يرجع. دا أشوف الحظ وياكم بهاي الفترة، وعدكم بشارة قريبة، وعدكم أكو سفر. برج الجوزاء قراءتكم كلش حلوة وإيجابية طلعت لي، دا أشوف أكو طاقة فرح، طاقة بشارة، خبر راح يصير يعني مفاجئ. المتزوجين من برج الجوزاء دا أشوف أوضاعكم العائلية أكو بشارة حلوة، البعض من عندكم ممكن يكون خبر حمل أو خبر ولادة، احتفال عائلي دا أشوف بالبيت بسيط يعني يخص برج الجوزاء بالفترة الجاية. عائليا دا أشوف أكو لمة عائلية حلوة، أكو احتفال راح يصير بصورة مفاجئة، ممكن البعض منكم يحتفل بموضوع حمل صار لفترة منتظرة، وممكن بموضوع ولادة سواء كانت إلك أو الشخص من العائلة. المهم دا أشوف أكو لمة عائلية راح تصير خلال هاي الأسبوعين البرج الجوزاء، وموضوع السفر دا أشوفه بعد تعطيلات وشاغل بالك صار لفترة، الأمر هذا راح يتسهل وأكو إلك فرحة. بالنسبة للمرتبطين من برج الجوزاء دا أشوف صاير بيناتكم زعل، احتمال صار لأسبوعين وأنتوا الاثنين يعني مناهين العلاقة، وإنما صاير زعل وتباعد، فأنتوا الاثنين شوية عندكم طاقة العناد، الاثنين أنتم مراقبين واحد مراقب الثاني،
بس ما قاعد تاخذون خطوة. شريككم دا اشوفه مليء بالحب والمشاعر اتجاهكم ومراقبكم ومنتظركم ومتمسك بيكم، بس انتو عندكم طاقة عناد وطاقة مخاوف. بالفترة الجاية دا اشوف راح تتخذون الخطوة من بعد ما كنتم مأجلين الموضوع، صاركم اسبوعين احتمال او شهرين تفكرون انه ترجعون لهذا الشخص، او بينكم زعل صاير او مشاكل. فدا اشوف اكو استقرار بالفترة الجاية بعلاقتكم، العلاقة راح تستعيد الاستقرار. البعض منكم ممكن يكون عنده خبر خطوبة، منتظر خبر خطوبة، الخطوبة موجودة، والبعض اذا كان خاطب يعني. فدا اشوف انه الزواج، موضوع الزواج ما راح يطول هواية، راح الموضوع يتسهل ويتيسر بسرعة، يصير زواج. وبعد الزواج اكو سفر لبعض من برج الجوزاء، مو لكل هذا السيناريو ينطبق. دا اشوف هنا بس بالنسبة للناس المزاعلين، دا اشوف الحب بيناتكم راح يتجدد، الرجعة موجودة، بس انت اخذ خطوة اتجاه الحبيب، لان هو عنده تردد عفوا، من عنده تردد من ردك. اذا هو اجي حكى وياك فاخذ خطوة، انت بادر، المبادرة حلوة بينك وبينه، وهذا الشخص راح يرجع، خاصة اذا كان من برج الحوت. دا اشوفه هواية مراقبك ومتابعك، او حتى برج الاسد هنا طالع يمي والحمل. دا اشوف هذا الشخص هواية مراقبك بالفترة الحالية، ومنتظر خبر من عندك، منتظر انه انت تتخذ خطوة اتجاهه حتى يجي يحكي وياك. بكل الاحوال دا اشوفه جاي، بس انت اترك المخاوف والقلق. اذا كان هذا شخص جديد انت مبادئ وياه علاقة، خايف تتخذ خطوة اتجاهه، فانصحك انه تتخذ هاي الخطوة وتبدي العلاقة ويا هذا الشخص، لانه هذا الشخص بداية جديدة اليك. دا اشوف من بيناتكم مشاعر، وهذا الشخص مثل حب، يعني حبه صادق ومشاعره صادقة ويفيض بالمشاعر لك، عنده هواي مشاعر اتجاهك كشريك. شريكك يا برج الجوزاء دا اشوفه مليء بالحب، ورايد وياك بداية جديدة، رايد صفحة جديدة، رايد الامور ترجع لمجراها من بعد فترة انتو قلت لك اخذتوها. ممكن كان بينكم زعل اكو او تردد. فبرج الجوزاء دا اشوف اخباركم كلش حلوة، وان شاء الله كل الامور الزينة اللي قلتها تتحقق وياكم. واكو خبر حلو دا اشوفه جايكم بالفترة الجاية، بالنسبة لهاي الخبر بصورة عامة راح يكون وعدكم تحقيق امنية، اكو امنية غالية على قلبكم راح تتحقق بالفترة الجاية فجأة، وهذا الشي راح يفرحكم. هاي الامنية ممكن تكون معلقة صار لها فترة انتو تردوها شي يصير وما صار، بس دا اشوفه راح يصير بالفترة الجاية. انت مفعم بالحب، حتى طاقتك العامة طلعت لي طاقة The Lovers، هي طاقتك اصلا العشاق. فاكو حب جديد، واكو حب البعض من عندكم قاعد يبلش يبدي، اكو علاقة دخلتوا بيها، ممكن تكون علاقة صداقة او اي كان علاقة جديدة. فالمشاعر دا اشوفها راح تبدي انه تقوى اتجاه هذا الشخص، لانه هذا الشخص انسان حنون ودافئ وصادق بمشاعره، وعندكم انجذاب انتوا وياه، منجذبين الى هذا الشخص كلش. فانصحكم انه تتخذون الخطوة ولا تترددون. اخباركم بهاي الاسبوعين اكو تفاؤل بيها، عندكم فرحة، عندكم سعادة. المتزوجين اكو دا اشوف لما عائلية لكم، ان شاء الله يا ربي صدق يعني من كل قلب اتمنى التوقعات تتحقق عليكم، لانه قراءتكم كلش حلوة. دا اشوفك انت هواية مشتاق للحبيب، فاخذ الخطوة وبادر، لا تبقى منعزل عنه، اخذ الخطوة وبادر، وبيناتكم صفحة جديدة كلش حلوة ان شاء الله. هاي بالنسبة للناس احد المرتبطين وبينهم زعل ما بينهم موضوع خيانة او تلاعب، اللي بينهم موضوع خيانة او تلاعب دا اشوف هذا شخص راح يرجع، بس انت ما اخذ قرار انه تقطع من حياتك وما تنطي على يعني فرصة ثانية، لانه هو اساسا مراجع، هو طاقته طاقة تلاعب، فهو راح يرجع مرة ثانية ينسحب من حياتك. والبعض منكم دا اشوف اكو موضوع زواج معلق صار لفترة انتو تفكرون بي، بس بالفترة الجاية راح هذا الامر يتحرك شوية، راح يتسهل. ممكن يكون اكو ترسيم للعلاقة بينك وبين الحبيب، او مو نقول ترسيم وانما علاقة، يعني شلون العلاقة راح تاخذ منحى جدي اكثر من ما كانت قبل هي. فكل التوفيق لكم برج الجوزاء، توقعاتكم كلش حلوة، وان شاء الله تعجبكم التوقعات، وان شاء الله تنطبق عليكم كلكم. اذا عجبتكم القراءة اتركوا لي تعليق بخانة التعليقات جوا، واذا عندكم اي سؤال اتركوا لي بخانة التعليقات راح اجاوبكم عليه، وسووا لي لايك اذا عجبكم الفيديو، والتقيكم بفيديو جديد ان شاء الله.